السلام عليكم البنات، جيسبر تكونوا كاملين مزيانين نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي غيتا فلوغ. مرحبا بالناس الجداد اللي جاي جديد كيتفرج في الفيديو، ما ينساش يدير ابوني، والناس القدام مرحبا بكم طبيعة الحال دارداركم. ما تنساونيش بجيم وكومنتير الى عجبكم الفيديو. اليوم خرجت صراحة خرجت منيشي على واحد الحاجه. كنت بشحال هادي وانا باغا هكا نقلب على دي تروك دو كاز مي سافو با لو كو فرانشمون، ولقيتها بصافا تمام، زعما نيفو كاليتي بري وكلشي صافا. نوريكم شنو شريت، تسناو بقى معايا سسبنس. يلا مستعدين؟ واحد جوج ثلاثة. عطيني نوريكم شحال فرحانة. اوف ما نحسكمش بالبور كاميرا ماشي كان كلشي. اوف غادي طيح كاميرا هاكا مزيان. المهم شريت شكون اللي ما كيعرفهاش القلاية الهوائية، غنية عن التعريف بلا ما نهضر بزاف. راه كلشي ولا كيعرفها، كلشي ولا كيستعملها، جميع استعمالات الفخيت الحوت الدجاج لي كيك لي غاطو الخبز ولا كيطيبو فيها الخبز، كلشي عندك 3 6 7 يا كاينين 8 ديال لي بروغرام. وهذه هزيت هاد لا مارك فاغور، شريت هاد لا مارك فاغور فيها 5.5 لتر فرانشمون كبيره. هذه اكبر وحده لقيت، كاينين ديال 3 لتر ديال 3 لتر وشي حاجه، مي سون شير غاليين على الكبار. كما قلت لكم هذه راه لا مارك فاغور، شريتها من كارفور، فيها 5.5 لتر راه كبيره تبارك الله. الدجاجه كلها الا قسمتوها على جوج، وماشي زعما تبقى كامله راه تدخل، والا قسمتوها على جوج بحال هكا راه غادي تدخل وسي. دونك سافو لو كو وي مامون، دونك راه سافو لو كو 100% خلاص. تقدروا ديروا معلقه الزيت، تقدروا ما ديروش. ومهم اجيو معايا، خليكم معايا باش نحل لا فيديو. اوب نحلوا هادشي معاكم. المهم هي انا خرجتها من الكرتونه، حيد الكرتونه كيحل عليه خلاص. تيكي لا غارانتي 2 عامين، اي حاجه وقعت ردها لكارفور غارانتي. هذه حاجه مزيانه. هوب لا تيتي، سمحوا لي. المهم خلاص تيجي معاها هاد الكتاب ديالها اللي تفسر فيه كلشي، وهذا مي روسيت، هذا فيه بلان دو ايدي روسيت اللي تقدروا طيبوهم فيها، بنية دو بوم، نوغيتس دو بولي كروستيان، كروكون دو كروكيت دو موزاريلا، بروني. او سي اون بون ايدي. Frites de pommes de terre, nuggets, samosa. Bon, là, c'est une radite, nous faisons un brouet. Là, c'est chi. Quiche, roquefort. Même la quiche, ça taillera. Et poulet rôti. Chou, un écoute-le-com, ça taillera cool, chi. Ou, hadi, c'est les recettes de la marque Fagor. Oui. Bismillah. نديرو هاد الخيط. اوب
Voilà, tactile. Et voilà. هنايا مكتوب فيها هذا الشيء البروغرام ديالها، كل حاجه بالبروغرام ديالها بحال هكا. يعني لي مايس 200 دغري 20 مينوت، هذا اللحم 200 دغري 20 مينوت، الدجاج 200 دغري 30 مينوت، هذه جو سي با سي كو واقيلا لي ليغوم، لي كويس دو بولي 180 دغري سي باش تي بالكم 180 دغري 25 مينوت، اللحم مورسو د اللحم، الحوت، الخبز، لي كيك، الحوت اي سا جو سي با، ولي فريت خلاص. مهم صراحة شحال وانا باغاها، وفرم دابا في الايامات العادية كتستعمل، سورتو دابا كلشي ولا غالي، الزيت غالي الزيت غالي، كلشي غالي، اللهم هادي. المهم شو لا كاباسيتي ديالها، راه قد ها قد، شوفوا يدي فوسطها راه هوب، وهذه خلاص كديتاشا، كيديتاشا هذا الفوقاني على هذا التحتاني، اي فوالا. نحيدو هذا الكاريت باش نشوفوش، نجربو نشعلوها ويزيد حنا الضو، شعلنا العافيه من النهار الاول. خلاص هنايا راه فيها البلاستيك، فيها مازال داك البلاستيك اللي كيكون ضايع. عطانا نركب البريز، تسنى اي فوالا، جيسبيغ يكون كيبان لكم. فوالا الي تاكتيل من هنا كما قلت لكم. هنايا الوقت، كتزيدي الوقت شحال هي، تقدري دو دقائق اللي بغيتو، ما كاينش حد ادنى، من دقيقه حتى 60 دقيقه حتى ساعه. هنايا هنا جو بونس وي، هنايا الحراره 180 حتى 200، هنايا واقيلا تختار ما كنختاروش واش اخر وي، غير هنايا هنا كيبان كيبين لكم زعما واش طيبوا اللحم ولا داكشي. وي سي، كتبان لكم في هذه وكتختاروا هاني مازال عاد كنكتشف معاكم. المهم هذا جيسبر يكون كيبان لكم، نزومي شويه هوب فوالا، شتو كتبركو في هاد ام وتتعطيك كدات سيني زعما واش بغيتي طيبي المايس، واش هنايا جو سي با شنو هذاك، واش اللحم، واش لي بوم دو تيغ، شتي كل حاجه كتعطيك شحال من دوغري ديالها نيشان اللي غادي طيب وصافي، وتديري تدير امارش. فوالا دونك هنايا ديناها ازيرو، وديك الساعه زعما ما اختارينا حتى حاجه من هادشي اللي عندهم، ومن بعد انت كديري البروغرام ديالك اللي بغيتي، تد فوالا تديري تتحلي ديري البث ديالك اوب، تختاري شحال بغيتي بحال هكا نديرو، حنا نجربو نديرو غير ثلاثة دقايق هوب هوب، مازال كنكتاشف ما عرفت فين هادشي، باش نديرو أمارش سيو فوالا، تبركي عاوتاني على هاديك اللعيبة بحال هكا. جيسبيغ يكون كان كيتصور. المهم درت درت بحال هكا غير 15 مينوت، درت 180 درجة هي باش نجرب، وكتبركو على هاد اوب
فوالا بحال هكا نديريها 1 مينوت سخنات الا بغيتوني ندير معكم دي غوسيت قولوها ليا نجربوا حنايا جميع. انا اليوم غادي نجرب فيها شي حاجه ايس كالوب ولا تروك جو بونس نصور لكم ولا لا ما نعرف على حسب الوقت مع دي بوتيتوس هكا دي فري ونشوف. مهم هكا راه بانت لي راه خدامه مزيان ما كديرش بزاف الصداع ما كديرش الصداع بزاف نورمال. المهم راه سالات ديك الدقيقه وكتبدا دير تيت تيت كتسني زعما راها سالات وصافي كتصفى بوحدها ولي ولي عرفتي سخونه وراه درت هي دقيقه على 155 دوغري. هنا هي البنات غادي نجرب فيها لي بوتيتوس راني مازال حاطه مود دومبلوا. ها هي البطاطا ديالي شرملتها وغادي نحطها هنايا ديريكتومون مازال ما شريتش داك البابيي ديالها. هوب نورمالمون خاص معلقه ديال الزيت. هوب فوالا جبت الزيت عندي شويه هوب باقي درت بزاف. المهم غنبقى ندير الزيت هوب نوض دبلوا سا اي هوب سي بارتي. جي مي لي فريت دابا نمشي نصاوب الدجاج دي مينوت. انا يا البنات مور ما طابت الفريت ديالي مور ما درت الفريت طيب ماشي مور ما طابت مشيت درت غير واحد العطريه هكا نورمال بازيك تبغى ندير دجاج بلا شابلوغ وكلشي ما عنديش لا شابلوغ دوكو درت الملحه بزاف ديك العطريه ديال فاخيتا درت الثومه كونسونطري ديال ديك الثومه معجونه وشويه ديال الموطارد مع شويه ديال الحامض و سيتو بديت تنشرمل داك الدجاج ديالي وكنحطو فوق البابيي. نتوما ديروا العطريه اللي بغيتو الا بغيتو نشارك معاكم الدجاج بلا شابلوغ كيجي واعر ومقرمش قولوها ليا.
الدجاج ديالي طاب كما شفتوا، ما خليتوش 20 دقيقه، درت له غير 10 15 دقيقه هكاك، وفرانشمون جا زوين طايب مزيان وما ناشفش من الداخل. وخاصو زعما داك الطياب اللي خاصو، جاني شان جواعر. دابا نجرب معكم الدجاج بطريقه اخرى، نجربوا الفخيطات وكلشي. المهم هنايا دزت نحط داكشي في الزيت ديالي، درت لي فخيط، درت داك لو دوك لي بتيت فيرين، واحد فيه الزيتون وواحد فيه واحد بوغ لاصوص. ايوا صافي، هادشي اللي كاين. وما تنساونيش البنات بلي جيم بلي كومونتير وبلي بارطاج ديالكم. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام، وما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي، كاع لي فيديو ديالي. ونهاركم مبروك وعشكم مبروكه ورمضان مبارك سعيد. هادي هكا مع هاد الوصفه، ما فيها لا زيت لا والو، فيها ديك شويه ديال الزيت اللي درت في الفخيط وما كانش عليا نديرها. لحقاش هذا الدجاج ما درت فيه لا زيت لا حتى شي حاجه وجا واعر. المهم تصلح الوجبه ديال الفطور ولا في السحور دغيا دغيا وبنينه وكتشبع. المهم صافي طولت عليكم الهضره ماشي بحالي. يلا خليتكم على خير، تسناولي في الفيديو الجاي. ما تنساوش لي جيم و لي كومونتير، نزلو دابا ديرو جيم و كومونتير. يلا